السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ النهارده ان شاء الله معانا فيديو لطيف جدا، بيتكلم على السكيما تايبس. احنا في الفيديوهات اللي فاتت شرحنا ايه؟ شرحنا بدأنا في الداتا موديلنج، شرحنا المنظومه عامه الداتا موديلنج شغاله ازاي، كده شرحنا الدايمنشنز، بعد كده شرحنا الفاكت تيبلز. لما جينا شرحنا الاثنين دول مع بعض، ما في الاخر مش هما مش ديستنكت، احنا كل الاثنين مع بعض بنعمل ايه؟ بنجمعهم مع بعض وبعد كده نبني بيهم حاجه اسمها سكيما. السكيما دي ليها تايبس. احنا النهارده هنشرح ايه؟ هنشرح الستار سكيما ونشرح السنوفليك سكيما. هتقولي طب هل هم دول بس السكيماز الموجوده اللي بتستخدم في الداتا هاوس او في اي داتا موديل؟ لا، في انواع تانية. على سبيل المثال جالاكسي سكيما. طب احنا ليه ذكرنا او بدانا نبدا بالستار والسنوفليك؟ ما قلناش كل الانواع التانية، هل هم مش مهمين؟ نقدر نقول هم مهمين بس هم مش الاساسيين. يعني كل الانواع التانيه يا اما هي سب تايبس من الستار او السنو فليك سكيما، او هي موديفيكيشن بسيط تقدر تفهم منهم الاثنين دول. فعشان نقدر نكونسوليديت ونكون نختصر سنه في الكورس، احنا هنشرح الاثنين دول، وليتر اون هنعمل ابندكس ونيو فيديوز، ممكن نقول ادفانسد او تبقى اوبشنال، الناس عايزه تعرف انواع تانيه. اوكي، طيب نبدا بالستار والسنو فليك. تعال ناخد اول نوع نبدا فيه ان شاء الله، الستار سكيما. ستار سكيما هنا لما بنيجي نتكلم قبل ما نبدا نشوف شكلها، بنقول ان هي ليها خصائص. ايه خصائصها؟ اول حاجه ان هي سمبلستي، ان الديزاين بتاعها بيبقى سمبل، بيبقى عندنا فاكت تيبل كده في النص وبيبقى ليه شويه دايمنشنز على الاطراف. تمام، الشكل في الديزاين وفي الامبلمنتيشن بيبقى سهل. تمام، ليه؟ لان ما فيهوش تعقيدات قوي. هنشوف تعقيدات شكلها عامل ازاي سنه في السنوفليك. طيب النقطه الثانيه الكوري افكتفنس، بسبب ان احنا ما عندناش اكتر من لاير، يعني عندنا فاكتس ودايمنشن وان ليفل اوف دايمنشنز، بالتالي لما بيجي يحصل كويري انا بجوين وان ليفل بس. طب هتقولي هي دي حاجه حلوه؟ دي حاجه حلوه ان انا بجوين بقلل الجوينز. لو بنتكلم عندنا تيرا بايتس او بيتا بايتس اوف داتا، الموضوع ده بيبقى بيفرق جدا في الديزاين. لما نيجي نتكلم مثلا لتر اون، نجي نبدا نتكلم عن هدوب، هنلاقي ان احنا عندنا في هدوب ساعات بنعمل دينورماليزيشن على قد ما نقدر، واحيانا كان بتدينورماليز الفاك الدايمنشن في الفاكت. ليه؟ عايزين نقلل الجوينز. اوكي، طيب فدايما بنقول من خصائص الستار سكيما ان هي الكوي بتاعتها سهله او بتوصل بسرعه عشان هي بتعمل ليز جوين. طيب هل هي كلها مميزات؟ في مشكله، يعني زي ما قلنا ان الموضوع ده ميزه فهو ليه عيب. يعني احنا حتى في خاصيه او في زي ما تقول درو باكس للكلام ده. ايه بقى درو باكس؟ الدرو باك بتاع الحته دي ان عندنا داتا ريدندنسي، يعني الداتا موجود لها ريدندنسي في اكتر من يعني بشكل ما في الديزاين، ان احنا عندنا عاملين دي نورمالايز لبعض التيبلز لبعض الفاكتس، بالتالي الداتا ريدندنت. اوكي، طيب حاجه كمان ان التيبل سايز بيبقى كبير. طيب هل دي ميزه ولا عيب؟ دي عيب، لان احنا برضه في الاخر لما اجي اعمل كويري على تيبل سايز كبير دي بتبقى مشكله، والتيبل سايز نفسه بيحتاج مني مانج دي ستورج اكبر. اوكي، طيب احنا هنا بنقول ميزه بقى هنا في او هي من احد خصائصها ان هي موست يوز اند وايدلي سبورتد. يعني ايه موست يوز؟ ان معظم الناس معظم الشركات بتمبلمنت تبدا بالستار سكيما از ا ديزاين. اوكي، طيب وايدلي سبورتد مقصود بيها ايه؟ ده سؤال حلو. الوايد سبورت هنا مقصود بيها مش بس ان الشركات بتسبورتها، لا، ان التولز اللي بتبني اوفر داتا وير هاوس بتسبورت الديزاين ده او السكيما دي. بمعنى مثلا ناخد اكزامبل، لو بنتكلم على بي اي ريبورتنج تول، بنلاقي ان معظم ما كانش كل تقريبا البي اي تولز بتسبورت التايبس ده من الديزاين، لان هو بيبقى سهل بالنسبه لها، مش عشان يعني هي بتعمل حاجه اختراع، بس ده اسهل شكل هي ممكن تسبورته. هنلاقي ان في بعض البي اي تولز او الفيجواليزيشن تول مثلا مش اوبتمايز مع بعض التايبس، بس احنا دلوقتي بنتكلم على الستار سكيما فهي دي من مميزاتها. تمام، طيب بعض بقى الخصائص التفصيليه بقى، احنا قلنا هنا السلايد ده كانت المين، يبقى شويه خصائص. اول حاجه ان كل دايمنشن ريبريزنتد باي وان تيبل. هتقول لي ده يعني ايه؟ يعني لو عندي مثلا نفترض تيبل في شويه كولومز، نفترض مثلا في تايبس وسب تايبس، في الغالب في الستار سكيما عندنا وان تيبل هو بينكلود تايبس وسب تايبس. تمام، فما عندناش دايمنشن ريبريزنتد بمالتي تيبلز. اوكي، طيب ده انا بتكلم ان جنرال. في بعض خصائص، في بعض الحاجات ممكن تبقى ليها اكسبشن، بس احنا بنتكلم ان جنرال ومش اكسبشن كيسز يعني. طيب حاجه كمان ان الدايمنشن تيبل مش بتجوي مع بعضها، يعني لما عاوز اجيب معلومه
بيبقى مني باخد الفاكت تيبل وبجوينه مع الدايمنشن تيبل، لكن مش يعني مش عشان اوصل المعلومه من دايمنشن بجوين دايمنشن بدايمنشن تاني، لا هو الدايمنشن ليه 1 تيبل وبيجوين مع الفاكت تيبل عشان اوصل للمعلومه. اوكي طيب، الفاكت تيبل، فاكت تيبل بيكون جواه ايه؟ بيجواه غالبا الكي والميجر، ما بيبقاش فيه حاجات تانية اكتر يعني ولا اقل، لازم يبقى فيه كي اللي هي بتاعت الفاكت وبتاعت الدايمنشن بتاعته وشويه ميجر بنقيس بيها. طيب احنا دايما لما في مميزات قلنا لازم يبقى ليها دروباكس، من ضمن مشاكل الدروباكس الداتا انتجريتي. الداتا انتجريتي هنا ليها مشكله رهيبه جدا. ايه هي؟ انا دلوقتي هنفترض عندي بسبب ان في التيبل دي نورمالايزد، ماشي؟ الدي نورمالايزيشن ده بيعمل ايه؟ بيخليني ان انا ما بعتمدش ان انا اجوين عشان اجيب المعلومه، لا بحطها كلها في وان تيبل، فلو حصل ابديت في سورس في وان من التيبلز ممكن ما تبقاش ريفليكتد في الاذر، محتاج ان انا اعمل نيو جوب او نيو ابديت عشان ابديت التيبل اللي هو دي نورمالايز. تمام، واحنا شرحنا قبل كده الموضوع ده ازاي، وممكن بعد كده لتر اون نعمل ديديكيشن فيديو، ديديكيتد فيديو بيشرح تفاصيل في النورماليزيشن والدي نورماليزيشن، بس ان جنرال كل الناس عارفه لما بتعمل دي نورماليز للتيبل، ماشي؟ بالتالي لما بيجي يحصل ابديت انت محتاج انك تمانج الابديت بنفسك، لان السكيما مش فورسد للابديت يعني. اوكي طيب، ايه شكل الستار سكيما؟ شكلها كده. قبل ما نشوف التيبلز، عارفين شكل النجمه اللي كنا بنعملها صغيرين؟ اهي ادي 1 2 3 4 5، شكلها حلو صح؟ هي الستار سكيما جايه من شكل النجمه دي. هي فعليا لما نيجي نشوف السنوفليك سكيما هنفهم هي جايه منين السنوفليك. اوكي طيب، بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بيبقى عندي فاكت تيبل في النص، زي مثلا الفاكت تيبل ده اليوسج، في كاستمر اي دي، لوكيشن اي دي، كالندر اي دي، بروموشن اي دي، ديت اي دي، وفي شويه اجريجيت ميجرز. اوكي لما باجي جوين بجيب الكالندر ديت هنا، بجيب الكاستمر بروفايل هنا، بجوين مع اللوك اب هنا، بجوين مع البروموشن هنا. طيب نيجي للسؤال هنا، هو منطقي، ايه الفرق ما بين لما نقول ان كل دايمنشن ممثل في وان تيبل؟ هل ممكن يبقى ليه دايمنشن مش ممثل بوان تيبل؟ هنشوف في الاكزامبل في السنوفليك. بس عامه تعالى تخيل مثلا عندي هنا ناشوناليتي، تخيل الناشوناليتي دي لو في الوضع بتاع الستار سكيما بيبقى وان تيبل انكلود ناشوناليتي، لا لو انا ما عنديش ستار سكيما ممكن يبقى عندي هنا اي دي ويبقى في عندي هنا دايمنشن كمان او دايمنشن تاني بيطلع هنا للتيبل كمان في الناشوناليتيز والاي دي بتاعتها، بس احنا في الغالب ما بيبقاش عندنا الكيس دي في الستار سكيما. طيب خش على السنوفليك سكيما. طيب اول حاجه، ايه هو السنوفليك؟ انا دايما لما بحب اذاكر حاجه او افهم حاجه هبقى اعرف جايه منين. الستار واضحه شكل النجمه يعني او النجوم في السماء. طيب السنوفليك سكيما هي، خد بالكم ان جزء الداتا موديل متاثر بالطبيعه يعني، معرفش ايه يعني، الناس كانت بتفكر كانت بتسمي اسامي فعلا على الكلام ده ولا لا، بس هي فعلا متاثر بالطبيعه. طيب ايه هو السنوفليك؟ شايفين ده شكل التلج، ده فعلا صوره انا جايبها اونلاين من على الويب سايت، ده شكل سنوفليك سكيما، سوري ده شكل سنوفليك حقيقي، ده شكل التلج معرفش طالع منه ازاي الشكل ده، انا معرفش صح هو اسمه ايه، بس يعني ده كده شكل سنوفليك بيبقى طالع ازاي. شايفين في عندي هنا زي تلج كده في النص، اعتقد بيطلع منها فروع والفروع طالع منها فروع، ده شكل سنوفليك فعليا. طيب سيمبل ديزاين للسنوفليك انها يبقى عندي حاجه في النص كده طالع منها فروع وكل فرع طالع منه شجر او يعني زي ناحيتين يعني، حلو، فروع يعني سب تايبس، خلينا نقول سب تايبس. اوكي او فرع من الفروع الرئيسيه. تمام طيب السنوفليك بقى نفسها في الشكل الاخير بيبقى شكلها عامل كده، يعني احنا انا وريتكم سنوفليك صغير لكن شكل النهائي بيبقى شكل معقد، شايفين فروع جايه من سب فروع 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 سب تايبس سب تايبس، تلاقي ان الموضوع بيبقى متشعب جدا يعني، حلو. عكس الستايلز كانت تبقاش كده، الستايلز كانت بتبقى حاجات في النص وطالع منها وبتكومينيكيت لفروع واحده بس. طيب ده كده الشكل الطبيعي ليها يعني. طيب السنوفليك سكيما، قبل ما نخش نكمل الكاركترستيك بتاعتها، وقت ما تسمع كلمه سنوفليك فاكت سكيما دايمنشن ده معناه ان انت عندك حاجه ليها سب تايبس بتجوين مع بعض. اوكي في الداتا هاوس كلها اول ما تسمع كلمه سنوفليك اربطها كده على طول، هتلاقي ليها علاقه بالديزاين في الحته دي. لو انتوا ما شفتوش سنوفليك دايمنشن بصوا عليه في الفاكت تيبل هتلاقوا في حاجات زي كده، دايما تسمع كلمه سنوفليك تعرف ان في سب تايبس هتجوين مع بعضها. اوكي طيب السنوفليك تعني كام على المين كاركترستكس بتاعتها؟ بنلاقي ان اول حاجه ان هي اكستنشن اصلا من الستار سكيما، منطقيه هي زي ما قلنا الفكره اساسا على الستار، احنا بس عملنا اكستنشن للسب تايب. تاني حاجه هي نورماليز، ان كل التيبلز لو انا عندي مثلا ما قلنا في المثال اللي فات مثلا بتاع الناشوناليتيز،
هنلاقي ان التيبل الناشوناليتي ده لو في القسم البروفايل ليه نورمالايز، يعني هتلاقي ان ليه اي دي مثلا بيروح لجوين مع تيبل تاني اسمه ناشوناليتي، لو عندها تايب سب تايبس ليه فاصلهم، هتلاقي اي دي وتلاقي بتجوين نفسك بسب تايب تاني. طيب فدي من خصائص السنوفليك سكيما. طيب حاجه كمان ان انا عندي كل دايمنشن ممكن يحصل له اكسباند في نيو تيبلز، ودي احنا قلنا ان دي مش من خصائص السايز سكيما. طيب الداتا الديسك سبيس افشنسي، الديسك سبيس عشان الداتا نورمالايز الداتا ما فيش ريدندنت، فبالتالي هو بي اوبتمايز الديسك سبيس سايز. تمام. طيب ده كده ميزه حلو، بس مشكله بقى ثانيه كومبليكيشن. ما هي زي دايما بيبقى ايه لما حد بيقول عن معلومه يبقى ليها ميزه بس دايما ليها دروباكس. دروباكس ان انت بكومبليكيتد، تيجي تشوف الديزاين تيجي تهندل الديزاين بتلاقي ان الموضوع كومبليكيتد ومحتاج تجوين باكتر من تيبل عشان تجيب المعلومه، بتلاقي طبعا بيأفكت البرفورمانس. however لازم نقول المعلومه دي حاجه مهمه جدا، ان في بعض بي اي تولز اوبتمايزد عشان الكيس دي، بالعكس ده هو بيقول ان احنا بنشتغل افضل على سنوفليك سكيما. ازاي؟ ممكن نشرح الموضوع بعدين، بس من ضمن مثلا حاجات ان هو بيبقى عارف انت هتفلتر بدايمنشن ايه مثلا اكس مثلا، هو وهو بيسلكت الداتا بيعمل الفلتريشن بدري، فبالتالي بيحصل اوبتمايزيشن للكويريز، مش يعني مش تبقى كومبليكيت زي ما احنا متخيلين. بس احنا بنقول ان جنرال هي مور كومبليكيشن، مش بس كومبليكيشن في الديزاين، مش بس في الامبليكيشن، كمان في الاندرستاندنج. خد بالك ان احنا الكومبليكيشن في الداتا هاوس مش معناها بس ديزاين ولا معناها بس امبلمنتيشن، ما هو حتى الاندرستاندنج دي انك تعرف تفهم الكلام ده عشان تعرف تمبلمنته بشكل صح. طيب اكزامبل، تعال ناخد اكزامبل. احنا قلنا الاكزامبل بتاع الكاستمر ناشوناليتي، الناشوناليتي بتاع الكاستمر، احنا في المثال اللي فات كنا حاطين دايركت ناشوناليتي نيم هنا، حلو؟ لا هنا احنا ما بنعملش كده، لازم هنا عاملين ايه نورمالايز، احنا حاطين هنا اي دي وحاطين هنا تيبل تاني في الناشوناليتيز. هتقول لي هو ده بس الفرق؟ اقول لك مش بس، ممكن يبقى لو حد لو شفنا مع بعض الدايمنشن اللي هو اللي كان اسمه سنوفليك كان ممكن نلاقي ان 1 تيبل ممكن اكسباند المالتي، يعني ممكن يبقى يوصلوا لاربعه تيبل. طيب دايما لما حد بيجي يقول لك حاجه بيجي يشرح حاجه في الداتا هاوس لازم نكون عندنا فير ان احنا ما حدش يدينا وجهه نظر واحده وياثر علينا، وده حاجه بتحصل دايما لما حد بيجي يشرح حاجه بيؤثر على راينا تجاه الحاجه، بيبقى بايس تجاه تايبس على حساب تايب تاني. احنا بنحاول ما نعملش الطريقه دي، وبنحاول طبعا في الاخر عندنا راي بيطغى على راي الفيديو او على راي الفير قوي، بس احنا بنحاول نشرح الاثنين مع بعض يعني. طيب في الغالب احنا ما بنقولش ان ستار افضل من سنوفليك ولا سنوفليك افضل من ستار، بنقول هي ليها يوز كيسز بنحصل امبلمنتيشن عليها وبيزد على شويه حاجات ثانيه، من ضمنها التولز، بيزد على نوع الداتا بيز بتعمل امبلمنتيشن، بيزد حتى على اي تي ال تيم اللي بيستخدموا التولز والريبورتنج. تمام. بس احنا هنا بنشرح ان جنرال هنعمله هنا في السلايد دي الفروقات ما بين الستار سكيما والسنوفليك سكيما، وامتى تاخد ده وامتى تاخد ده هنشرحه مع بعض. طيب اول حاجه في الستار سكيما الدايمنشن بيبقى ريبريزنتد بوان تيبل، في السنوفليك هو مالتي تيبلز، يبقى ده اول فرق. طيب الفرق الثاني ان في الستار سكيما التيبل الفاكت تيبل سراوندد يعني بيحاط ب دايمنشنز، بس السنوفليك احنا حاطين هيراركي حتى كابيتال هنا، قصدي ان السنوفليك هنا بيحاط بيها ليفلز من الدايمنشن، يعني هيراركي من الدايمنشنز، نقطه مهمه جدا. الستار سكيما بيحصل فيها ليس جوين ودي بتخلي كويز اسرع، ماشي. السنوفليك بيحصل فيها مور جوينز اكتر من الستار سكيم. طيب السنوفليك ليها سيمبل ديزاين، however ان السنوفليك بتبقى سوري الستار سكيم بتبقى سيمبل ديزاين، السنوفليك بتبقى مور كومبلكس ديزاين. طيب الستار سكيم بتبقى غالبا دي نورمالايزد، او مش غالبا هي بتبقى دي نورمالايزد داتا ستراكشر، بس السنوفليك بتبقى نورمالايزد. طيب على الجانب الاخر ان الستار سكيما هي هاي ليفل اوف داتا ريدندنسي، بس السنوفليك مش بتبقى كده، بتبقى ما عندهاش داتا ريدندنسي، وبالتالي زي ما قلنا ان لو البرفورمانس بتبقى سريعه في الستار سكيما عشان في جوين قليله او في جوينز قليله، بس في الاخر برضه هو بيسكان تيبلز كبيره. في السنوفليك ممكن يكون بيسكان تيبل داتا اقل بس بيعمل مور جوينز. المينتننس في الستار سكيما اصعب، لان انا بيبقى عندي طالما دي نورمالايز يبقى عندي كل ما يحصل ابديت مفيش انفورسمنت للداتا انتجريتي، لكن المينتننس للسنوفليك اسهل. ليه؟ لو بيحصل تشينج انا عارف التشينج فين وفي سب تايبس وفي مور دايمنشنز، بالتالي اسهل في التشينج. طيب حاجه كمان الداتا مارس، احنا زي ما شرحنا بكاف داتا هاوس قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها داتا مارس. طيب الاستخدام للستار سكيما بيبقى فين؟ بيبقى مينلي في الداتا مارس او السيمبل ريليشن شيب اللي هي 1 تو 1 او 1 تو ميني، مش بنستخدمها في الكور في الكور مودل ديزاين.
طيب مش معناه ان مفيش ناس بتستخدمها كده، بس بنقول الجنرال كيس، هنحاول ندي اكزامبل. اوكي طيب السنوفليك بتستخدم في الكور موديل عشان تسمبليفاي ميني تو ميني ريليشن شيب. احنا كده دي اخر سلايد بنشرح فيها السنوفليك والستار سكيما. احنا كده تقريبا شرحنا اهم مواضيع ليها علاقه بالداتا موديلنج. ان شاء الله من الفيديو الجاي هنبدا مرحله جديده اللي هي الاي تي ال ديزاين والاي تي ال امبلمنتيشن. اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.